السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اعزائنا المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اتحبني. وصلت من حضراتكم ايميلات، في ايميل حد بعت لنا من دوله عربيه بيقول ان هو عايز يبعت مرتب شهري الحالي من الحالات، وهو عايز العنوان عشان يبعت المبلغ. هنبعت لك على الايميل الرقم بتاع الإيداع، ممكن تحط لنا فيه، والمبلغ هيوصل للحالة اللي حضرتك طالبها. وصل لنا إيميل تاني، حد بيقول لنا فيه: أبونا، أنا أول مرة أراسل البرنامج، وده يرجع لأن أنا تشديت للبرنامج وللخدمة الجميلة والحالات اللي قدسك بتعرض. وده إحنا قد إيه مش واخدين بالنا من الحالات اللي ممكن تكون موجودة في الحياة وإحنا مش واخدين بالنا، ولكن ربنا يعوض تعب خدمتكم. وبقول يا بختك يا بونا إن قدسك بتاخد بركتهم، وإنتوا برضو بتاخدوا بركتهم، لأن أنت أو أنتي طالما بتصلوا للناس وإحنا وتصلونا بناخد بركة بعض. أنا بنتك فلانة، وكنت عاوزة أخد بركة أي حالة من الحالات، ولكن أنا موظفة ومش هقدر أكون إن أنا بساعد ماديا، ولكن عندي تساؤل إن مفيش صفحة للبرنامج على النت، فلو قدسك حابب تعمل صفحة على النت ممكن خطيبي مهندس كمبيوتر ممكن ناخد بركة البرنامج وربنا يساعدكم في الخدمة. طبعا دي حاجة جميلة جدا، وربنا يعوضك ويعوض خطيبك، دي حاجة هنفرح بيها كلنا. والعطاء مش عطاء المادة فقط، اللي يقدر يعمل اي حاجة، احنا بنطلب حتى عطاء الخدام في كل مرة، بنقول محتاجين خدام ان هم يساعدونا. زي ما احنا في القداس كده بنقول اذكر يا رب في أوشية القرابين، بنقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. فأي حد يقدر ان هو يساعد بأي حاجة، أكيد ربنا بيذكره على تعبه وعلى محبته وعلى مشتهى قلبه ان هو من جواه عايز يقدم حاجة. عرضنا لحضراتكم الحلقات السابقة حلقة الست نعمة، وكان من ضمن الطلبات اللي هي طلبها الست نعمة عملية في عينها عشان في مية بيضة. تعالوا نطلع نشوف حالة الست نعمة ونرجع لبعض تاني. أنا عندي عملية في عيني على كده، مية بيضة ما رغباش بيها، أنا جاي مرغباكم بالعافية، لو مش اللمبة ما كشفكمش زي. أنا عايزة تعملي عملية المية البيضة؟ عايزة عملية المية البيضة. قعدت أتطلب في الصبح، قولي عدري أول سيامك من عشية انت تعملها لي، ولا دكتور ولا طبيب غيرك انت يا عذرا يا منون. ازيك انت يا ابني؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله نشكر من نفسي. مبسوطه ان انت عملت العمليه؟ الحمد لله مبسوطه بكم انت. احسن دلوقتي؟ الحمد لله اشكر ربنا. مبروك عليك العمليه. الله يبارك فيك. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وشفنا ان العمليه اتعملت للست نعمه، ودي بصلواتكم وتعضيداتكم، وربنا يعوض اللي تعب وعمل العملية سواء من الدكاترة أو الممرضين، وبنقول له ربنا يعوض تعب محبة الجميع. وإحنا كل عمل جايز بنتأخر فيه شوية يعني، ولكن إحنا مش تأخير مننا، ولكن الحالات بتاخد وقت معانا، ولكن إحنا في كل مرة بنبقى بنجتهد إن إحنا نوريكو إيه اللي اتعمل في قلب الخدمة. أعزائي المشاهدين،
ربنا يسوع المسيح في يوحنا 9 آية 2 سألوه التلاميذ، قالوا له يا معلم، في قصة المولود أعمى، قالوا له يا معلم من أخطأ، أبوه أمه؟ ربنا يسوع المسيح قال كلمة حلوة قوي، قال لا أبوه، لا هو ولا أبوه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. عشان كده قصتنا النهاردة بتحكي عن إنسانة كانت عايشة في إيطاليا، وكانت إنسانة حلوة خالص وبتحب ربنا، وارتبطت واتجوزت وخلفت أولاد، وكانوا عايشين عيشة جميلة جدا هي وزوجها وأولادها وفي قمة السعادة. ولكن في يوم من الأيام خبط عليها باب البيت وجابولها جوزها شايلينه ميت، لأنه كان في غابة من الغابات وقعت عليه شجرة وفارق الحياة. وبعد ما فارق الحياة بقت متذمرة من جواها، وبقت تعبانة جدا، وبقت تشتغل ليل ونهار عشان تصرف على أولادها. ولكن وهي بتشتغل كانت متذمرة وكانت متنرفزة على طول، وعمالة تقول له اشمعنى يا رب، اشمعنى أنا اللي كده، أنت يا رب لازم تبصلي. لدرجة أن الولاد وهم بيلعبوا ولادها كانوا بيبقوا خايفين يقربوا ناحيتها أحسن ممكن تتخانق معاهم. وفي يوم من الأيام ربنا مس قلبها كده، وقفت تصلي، ولكن وهي بتصلي قالت له يا رب خد نفسي لأن أنا تعبت ومش قادرة استحمل. فهي نايمة في النوم لقت أوضة مليانة صلبان، الصليب الكبير والصليب الصغير، الصليب الرفيع والصليب المليان، فبقت مستغربة خالص. وفي لحظة لقت رب المجد قدامها وقال لها أنت متذمرة على الصليب اللي معاكي، هاتي الصليب اللي معاكي واختاري لك صليب من الصلبان. سلمت الصليب بتاعها، وبعد ما سلمت الصليب بتاعها ابتدت تشوف صليب تاني. أول لما لقت صليب وابتدت تشيله لقيته تقيل، فرح ربنا قال لها الصليب ده بتاع مريضة، إنسانة شابة عاشت عمرها كسيحة، والمتبقي من عمرها هتفضل عايشاه في قلب المستشفى، وهتفضل كسيحة ومش هتشوف الطبيعة خالص باقي عمرها. فقالت له بس الظاهر إن هو صليب خفيف ولكن هو تقيل، قال لها عشان هي محتملة هذا المرض بشكر. لفت شوية لقت صليب تاني، فجت تلمس الصليب فالصليب لسع ايديها، فلما صليب لسع ايديها قالت له الصليب ده على قد ما هو خفيف لسع ايديا، قال لها ده صليب واحدة محتملة زوجها، زوجها كل يوم يرجع ويبقى شارب وعايش حياته بالطول والعرض، وفي كل يوم يضربها وممكن بيحرق جسدها وبتخبي الولاد منه عشان ميأذهمش. فمشيت شوية ولقت صليب تاني، وده كان الصليب الأخير. فقالت له الصليب ده شكله حلو قوي، أنا هاخده. فجاية تمسكه لقيته تقيل برضو. قال لها الصليب ده بتاعت إنسانة تزوجت وجابت 6 أولاد وجوزها انتقل، وولادها 6 واحد ورا التاني، وهي تسكن باقي حياتها في القبور. قالت له يا رب أنا فهمت أن أنت الصليب اللي أنت مدهوني هو أحسن صليب، بس أنا اللي مش شاكرة على حياتي. ساعات أحبائي لما بنمر التجارب بنحس أن احنا الوحيدين، أن ربنا بيجربنا وباقي الناس عايشة، ولكن كل واحد ليه تجربة وليه صليب بيحمله في حياته. هل بنقبل الصليب اللي ربنا بيدهلنا في حياتنا بشكر، ولا بنتذمر في داخلنا؟ الحلقات السابقة أعزائي المشاهدين كنا كلمناكم عن الطفل اللي هو 4 سنوات
اللي كان عنده ورم في الجسم وبسبب سوء الحالة المالية عملوا قرار وعملوا له عملية سبب الورم وشالوا له 85% من البنكرياس وقالوا ان الورم ممكن يكون في البنكرياس وان هو يعيش بال15. ولكن بعد ما عملوا العملية رجع ان نسبة الانسولين بقت تعلى في الدم والولد يجيله غيبوبة ويقع. وكانت الأم تستنجد عايزة حل لابنها لأنه كل 6 ساعات أو كل 4 ساعات نسبة الأنسولين لما بتعلى في الدم الولد يروح في غيبوبة وعمال ياخد حقن. وطلبنا إن حد ممكن يتبنى الحالة وبالفعل أحد الدكاترة أحد الأطباء كلمنا من مركز ديكير ما بين ألمانيا وما بين أمريكا وليهم مقر هنا في اسكندرية وقالوا إن هم ممكن يتبنوا الحالة. بالفعل اليومين اللي فاتوا رتبنا مع الحالة نفسها والولد اسمه جرجس. اترتب معاهم الحالة وجت عربية وخدوه وطلعوا بيه اسكندرية وعملوا له الفحوصات. تعالوا نطلع مع بعض نشوف الحالة وتقارير الدكتور والدكتور نصح بإيه وإيه المفروض اللي يتعمل للحالة ونرجع لبعض تاني. جرجس هو عبارة عن حالة بتحصل يعني ما بين كل حوالي 50,000 طفل بيتولدوا بيظهر عندنا حالة واحدة. الحالة عبارة عن أن خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز الأنسولين بتفرز كمية كبيرة جدا من الأنسولين بيؤدي هذا إلى هبوط حاد ومفاجئ في السكر في الدم. وبالتالي بيحصل عند الطفل تشنجات وممكن المشكلة تتطور إلى أن يحصل مشاكل في الجهاز العصبي عند الطفل نتيجة نقص السكر في الدم. المشكلة هي بتنقسم لجزئين من حيث الأسباب، إما أنها تكون مشكلة نتجت أو مصاحبة للحمل والولادة، أن يكون الولادة بتاعة الطفل ما كانتش ولادة طبيعية، أن مثلا حصل أني نقص أكسجين أثناء الولادة. والحقيقة ده اللي احنا ما كناش عارفينه قبل ما نقابل والدة الطفل، لكن احنا بسؤالها قالت أن الكلام ده حصل، أن هي كانت الولادة فيها مشكلة وأن وضعوا الطفل في الحضانة لمدة 10 أيام. أكتر من 60% من الحالات بيكون نتيجة هذه المشكلة أثناء الولادة يحصل نقص في الأكسجين، فتبدأ تحصل أن خلايا بيتا اللي في البنكرياس اللي بتفرز الأنسولين يحصل فيها خلل في إفراز الأنسولين. وغالبا الحالات دي احنا بنسميها ترانزيت يعني مؤقتة. عند البلوغ بتبدأ الخلايا دي تستعيد وضعها الكامل ويبدأ إفراز الأنسولين يكون طبيعي. الشيء الحقيقة اللي كان مزعجنا بشدة في الأوراق اللي هي وصلت لي من أبونا هو بناء عن إيه اتخذ قرار بإزالة 85% من البنكرياس، لأن القرار دوت عشان يتخذ لابد أن يبقى نتيجة أن تكون المشكلة مش نتيجة الولادة، تكون المشكلة نتيجة مشكلة وراثية أدت إلى أن الجين المسؤول عن وظيفة الخلية اللي بتفرز الأنسولين في خلل معين، فيؤدي إلى أن الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين تبقى بصورة دائمة تنتج الأنسولين بصورة كبيرة. دي حاجة وراثية، دي في الحالة ديت هي حالة وراثية. وده بيتم تشخيصه في مصر؟ بمنتهى الأسف لا يوجد تشخيص للجين، يعني عشان احنا نعرف ان الحالة ديت حالة جينية او هي نتيجة نقص اكسجين في الولادة لا يوجد الا تحليل بيتعمل بياخد له حوالي شهر وبيتعمل اما في امريكا او في المانيا ويشترط ان يكون الطفل موجود. في حالة اذا ثبت ان الحالة
هي حالة وراثية، وأجري هذا التحليل بندخل في قضية تانية قبل ما نشيل البنكرياس، بندخل في تحليل آخر عشان نعرف الخلايا دهية اللي فيها خلل هل هي منتشرة في جميع أجزاء البنكرياس أم هي متمركزة في مكان معين من البنكرياس. فإذا قال لنا التحليل إن المشكلة موجودة في مكان معين في البنكرياس، هو ده المكان اللي بيتشال. أما إذا المشكلة موجودة في كل البنكرياس، يعني الخلايا منتشرة في كل البنكرياس، فهنا إحنا لازم يحصل إزالة لأكثر من 90% من البنكرياس، ودي ليها احتياطات عنيفة جدا. المنتهى للأسف اللي كان اللي إحنا شفناه في التقرير إن هو دون تحليل الجين ودون المسح الذري عشان نقدر نعرف الخلل ده موجود في أي حتة في البنكرياس، تم اتخاذ القرار وإزالة 85% من البنكرياس وبقت المشكلة موجودة كما هي. بمنتهى الأسف إن هم بدأوا يدخلوا في قضية تانية، إن هم بدأوا يدخلوا على حسب التحليلات إن المشكلة مش في البنكرياس، لكن هي الحقيقة أن المشكلة موجودة في البنكرياس في خلايا بيتا، ولكن شالوا جزء. قد يكون الجزء اللي تشال في مشكلة، لكن الجزء الثاني اللي باقي في نفس المشكلة، وقد يكون الجزء اللي تم إزالته ما فيهوش مشكلة والجزء اللي هو تساب هو اللي فيه المشكلة. إحنا ما بتكلمش في الخطأ الطبي أو المهني اللي حصل، احنا بنتكلم في قضية تانية اخطر من كده، ان البنكرياس ما هوش بس المسؤول عن افراز الانسولين، البنكرياس ليه وظائف تانية. فاحنا بدأ ينتج عندنا عند الطفل مشكلتين تانيين، مشكلة متمثلة في العظام لان البنكرياس بيفرز انزيمات، الانزيمات دي هي المسؤولة عن وظائف خلايا العظام، فاصبح الخلية العظمية لا تقوم بوظيفتها لتكوين العظام. ثم تعويضا لأن المشكلة لازالت موجودة عند الطفل وهي زيادة إفراز الأنسولين، كتبوا لي أدوية، الأدوية ديت عشان تبطل مفعول الأنسولين الزيادة، والأدوية دي ليها أثر مدمر على الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وعلى نمو الطفل. بسؤال الأم طبعا الطفل ما بيمشيش رغم أنه عنده أكثر من 4 سنين ونص تقريبا، ولأنه ما فيش العظام فيها هشاشة بصورة غير طبيعية، فحصل مشاكل في الجهاز الهضمي ما بين إمساك بصورة مستمرة، عملية الهضم وامتصاص الغذاء لا تتم بطريقتها الطبيعية. ده ناهيك طبعا على المشكلة الأخطر من المشكلتين دولت، وهي مشكلة الهبوط المفاجئ لنسبة السكر في الدم، وده اللي ممكن يؤدي إلى تشنجات الطفل، والأخطر من تشنجات الطفل هو تدمير خلايا المخ. لكن احنا عندنا مشكلتين حاليتين اللي احنا دلوقتي بنفكر ايه هو البرنامج اللي هيتم اتخاذه في علاج جرجس. بالنسبة للعلاج احنا امامنا طريقين، الطريق الاولاني اما انه يركب لأجهزة صغيرة جدا. الجهاز الاول هو الجهاز ده عبارة عن ريموت كنترول، ده عبارة عن ريموت كنترول بيبقى موجود مع الأم بصورة مستمرة، وفي جزء بيبقى ملزوق على بطن الطفل. الجزء دوت بيقيس نسبة السكر كل دقيقة. الجزء ده طبعا فيه إبرة رفيعة جدا بتتزرع تحت الجلد، وده انه يقيس نسبة السكر في الدم كل دقيقة وينقلها للريموت كنترول. ده احدث شيء في العالم، لانه الجزء دوت بيقوم بثلاث اشياء. الشيء الاولاني انه هو بيقيس السكر ويبعت الى الجهاز نسبة السكر كل دقيقة. مش بس كده، ان لو نسبة السكر قلت عن نسبة محددة بيتم تغذية الجهاز بيها، يدي ألارم للأم إن نسبة السكر دلوقتي بتقل. ومش بس كده،
بل ان هو بيقول لها كل دقيقه خلي بالك ان السكر دلوقتي بيقل بنسبه كذا كل دقيقه، وهذا يدل على ان نسبه الانسولين اللي عماله تفرز من الجزء المتبقي من البنكرياس عاليه جدا. الجزء نفس الجزء ده برضو لما يحصل هبوط للسكر عند نسبه 50 ملي جرام لكل ملي من البلد من الدم يعني، يبدا هو يحقن اوتوماتيك السكر المركز عشان يرفع السكر عند الطفل في الدم، يقوم نتجنب بذلك مشكله الغيبوبه وتدمير خلايا المخ. وهذا ايضا هيمنعنا من الادويه اللي هو بياخدها، لان الادويه الحقن، وانا من الحاجات الغريبه اللي انا سمعتها من الام، ان هم في احدى الجهات في القاهره عشان يصرفوا لها الادويه طلبوا منها انها تكتب اقرار على نفسها ان هم بيعملوا ابحاث على الطفل، وان اذا ما قبلتش انها تكتب التقرير ده يبقى مش هيصرفوا لها الدواء. الطفل بيعاني من تدهور في النمو بتاعه، والتدهور ليس اقصد تدهور في نمو الجسمي، لا، ده هو تدهور في النمو الجسمي والعقل. فالاجهزه دي هتمنع التدهور، يعني هتعالج الاعراض، ولكننا لازلنا امام السبب موجود، وهو ان الجزء المتبقي من البنكرياس لازال يفرز كميات كبيره من الانسولين. الحل الوحيد اني، وهذه الحلول لا تجرى في مصر نهائي، لاني سبق ان اجريت عمليه للبنكرياس نفسه تشال 500% منه. فالحلول على طويلة الأمد، لأن احنا شلون نعالج في الأعراض فقط لغير، إن الطفل يسافر إلى ألمانيا عشان يحصل حاجة يتعمل له التحاليل الخاصة بإثبات أن المشكلة اللي موجودة عند الطفل أنها مشكلة جينية، أو اللي أنا قلت عليه في الأول أنها الترانزيت اللي بتحصل أثناء الولادة. فإذا أثناء الولادة يبقى هيبقوا على 15% الموجودين، وهنبدأ نعالج الأعراض الموجودة على أمل أنه عند مراحل البلوغ يعود الوضع إلى ما كان عليه، أو أن التحاليل في ألمانيا تظهر أن المشكلة أصلها وراثية، وأن هناك مشكلة في الجين المسؤول عن وظيفة خلايا بيتا، وفي هذه الحالة سيتم استئصال الجزء المتبقي من البنكرياس وزراعة بنكرياس جديد للطفل. إذن أنا أرى أن سفر الطفل واجب، وإلا نكون بنحل مشكلة وقتية وتتطور معانا فيما بعد. الأجهزة دي بتكلف لها في حدود 90,000 جنيه مصري، يعني بتكلم في حدود حوالي 15,000 دولار، وليست هذه هي المشكلة فقط، فلدينا مستلزمات لهذه الأجهزة، لأن الجزء اللي هو بيتحط على البطن اللي أنا وريتهولك في البداية ده بيتغير كل 3 أيام، والجزء الواحد تمنه حوالي 70 دولار، يعني في الشهر بيحتاج له حوالي 10 أجزاء بحوالي 700 دولار شهريا. السفر يا دكتور بقى، السفر يتكلف تقريبا كام؟ التكاليف اللي هتكون برا متمثلة في الآتي: في التحليل بتاع الجين، وقد يروا أن المشكلة اللي موجودة في الجين مشكلة يمكن علاجها، لأن في دلوقتي في ألمانيا وأمريكا اللي هو الجين ثيرابي، يعني يعالجوا الجين اللي فيه مشكلة يعالجوه. فلا أعتقد أن القصة، يعني إحنا لما بعتنا التقارير برا قالوا لنا أن تكاليف علاج الطفل بالكامل وحتى عودته إلى بيته تدخل لها في حدود 40,000 يورو أو 45,000 يورو تقريبا، يعني بنتكلم فيما يتعلق بتذاكر السفر والإقامة والمرافق وإلى آخره. في حالة إذا الطفل ما تمش علاجه هيؤدي إلى تدمير تام في خلايا المخ، دي أول حاجة. هو بدأ يحصل عنده المشكلة دهيت،
وأدت إلى وجود حول في العين. هتتفاقم المشكلة دهية في تدمير خلايا المخ، ممكن تبوظ مراكز كتيرة جدا في المخ، تكون مسؤولة عن وظائف أعضاء أخرى. هذا هو الجزء الأول. وقد يؤدي الأمر إلى مع أي غيبوبة من اللي بتحصل للطفل، لو الأم غفوت عنها دقائق معدودة قد تؤدي إلى وفاة الطفل. رجعنا لكم بعد ما شفنا حالة جرجس أعزائي المشاهدين، وحالة يعني صعبة جدا، إن طفل في العمر ده واتعملت له عملية وطلعت العملية غلط، وجرجس ملوش غير حل واحد، إن هو لازم يسافر ألمانيا ولازم إن يتعمل له تحاليل ويقول إن باقي 15% هل فيهم نسبة الورم؟ لو فيهم نسبة الورم يبقى هيضطروا ان هم يستأصلوا 15% ويحطوا له بنكرياس جديد. ولكن لو 15% ما كانش فيهم الورم، على حسب يا يعني اما يكون عملية وراثية او يكون بسبب الولادة، هيضطروا ان هم يحطوا له جهاز ويقعد عايش بيه لغاية سن البلوغ. ولكن في تلك الأحوال، أنا قبل ما أسجل النهاردة كلمت الدكتور المسؤول عن الحالة والمركز على أساس إن هم اللي هيتبنوا الحالة وهيشتغلوا معاها. فالدكتور قال لي بنفس النص كده إن لو الحالة هتفضل بالخمستاشر في المية بعد التحاليل اللي تتعمل في ألمانيا، الجهاز تركيبه أو العملية بتاع تركيب الجهاز، هو الجهاز دخله في مبلغ حوالي 100,000 جنيه، ولكن مصاريفه محتاج مصاريف شهرية في حدود 5,000 جنيه. ولكن لو راح هناك في ألمانيا وقالوا إن لازم نشيل 15%، يبقى هيخشوا عملية جراحية وهيضطروا إن هم يزرعوا بنكرياس. ولكن عشان زراعة البنكرياس برضو محتاجين مصاريف للأم والابن نفسه، لأن بعد العملية المفروض إن هم هيقعدوا فترة من شهر لشهر ونص في ألمانيا وفي مكان جنب المستشفى عشان يتابعوا الحالة، لأن المستشفى بتستقبل الحالة تعمل العملية بعد العملية تخرج. الدكتور والمركز متبني الحالة من ناحية العملية ومن ناحية التحاليل، ولكن يتبقى تذاكر السفر ويتبقى الإقامة في ألمانيا واستعدادات السفر. وفي حالة لما هم يرجعوا برضو، لو هيعيش بالجهاز، الأسرة محتاجة 5,000 جنيه علاج لجرجس شهريا. عشان كده كل واحد ممكن يقدر يساعد جرجس بأي طريقة من الطرق، ممكن يبعت لنا أو يتصل بينا. بنشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم معنا الحلقة، بنشكركم لتواصلكم معنا، بنطلب مساعدتكم وبنطلب صلواتكم من أجلنا إن الخدمة تستمر وتثمر ب30 و60 و100. بنرجو منكم التواصل معنا من خلال الإيميلات اللي بتبعتوها لنا، من خلال الإدعاءات اللي انتوا بتساعدوا بيها الحالات اللي بنعرضها ليكم من خلال أرقام الحسابات اللي هتظهر على الشاشة، من خلال تواصلكم معنا من خلال التليفون. بنشكر محبتكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني، بنك القاهرة، بالجنيه المصري، حساب رقم
95 على 501 على 5893 بالدولار الأمريكي. حساب رقم 95 على 601 على 371 بالجنيه الاسترليني. حساب رقم 95 على 602 على 25 باليورو. حساب رقم 95 على 605 على 110. Depositing account for Atahabuni program, Bank du Caire, 26th of July branch or any other branch of Bank du Caire in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number 95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. USA Citibank NA, account number 999-47255-85.